السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بقولك يا شيخنا، كنت اتصلت عليك امبارح بخصوص اللي هو الجماعة والغسول بتاع العدو والجماعة مع بعض. هو دلوقتي كان حصل جماع، الكفارة بتاعته ايه؟ حصل جماع في زمن الحيض. كان يوم، كان بعد ما انتهى الحيض بس ما كانش اتغسلت، وكان في يوم حصل جماع بس اكتشفت بعدها ان لسه ما خلصش الحيض. كل هذا لا شيء عليكم فيه، لأن الأولى أخطأت والثانية جهلت. أنت جاهل ومخطئ، فليس عليك شيء. يعني ما فيش فيك اصلا، كنت قرأت على النت اللي كفرته مش عارف نص جرام ذهب. لا 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 لا، من أتى امرأته وهي حائض فليصدق بربع دينار أو ثلث دينار، الحديث ضعيف. وبعدين أنت مش متعمد،